قريت يقول انه وقعتم صفقه ديال الاطار لمده 3 سنوات. الوزاره الان تقول كان المفروض على ان الصفقه تكون مثلا سنويا، علاش مشيتوا انتم مباشره 3 سنوات؟ ايه هذه تاهي كما كنقول داخله في بعض المعطيات اللي غير صحيحه، يعني حسبها معايا انت غير بشكل يعني عادي، ما تدخلش في التفاصيل القانونيه. انت باغي تشتري واحد السلعه، كتمشي عند واحد السيد كتقول له بغيت نشريها من عندك لمده 3 سنوات اولا لمده سنه، وقتاش كتظن غينقص لك في الثمن؟ جلسي لمده اطول، لمده 3 سنوات غادي ينقص لك الثمن. والدليل بالنسبه للقاح ديال الروتافيروس اللي وقفوا الصفقه ديالو وتعاودت الصفقه مع نفس الشركه، الثمن اللي دارت الوزاره اكثر من الثمن اللي كنا دايرين حنا. فين هو الربح ديالنا دابا؟ ثانيا باش نعملوا صفقه اطار، هذه قانونيه، هذا القانون. لو كانت يعني غير قانونيه وما يمكنش نديروا صفقات اطار، ما نبقاوش نديروا في المغرب صفقات اطار. دارت صفقات اطار لهذا الغرض، وثانيا باش ما نتاكدوا، لان خير الثمن ولكن نتاكدوا بان ما يمكنش يكون عندنا فراغ، ما خصناش في في في, في التلقيح يكون عندنا واحد الوقت اللي ما عندناش ديك اللقاحات، وقع لنا يعني المخزون ديال اللقاحات ما يبقاش. باش تضمن ان ما يوقفش التخزين خاصك تكون دير واحد الصفقه على واحد المده طويله، لان هاد الشركات اللي كتصايب هاد اللقاحات كتبيعها للعالم كامل، وكخصها دير برمجه على مده سنوات، وخصها تبرمج من العام الجاي والعام اللي نقولوا بان المغرب غتخصص له هذه وكتخدم الامور ديالها. ما تبقاش اللي عنده سنه بسنتها، ممكن يزيد عليك ممكن ينقص عليك، يقدر يوقع حاله طوارئ ولا استثناء ويقدر ما يوقعش داك الدواء كاع، ما كيبقاش عندك داك الالتزام. نعم، ما كيبقاش عندك داك الالتزام اللي عندك معاهم. فبالتالي صفقه اطار كانت هي الاطار الامثل، ومازال كنقول بان هي الاطار الامثل، وكانت فيها نقص ديال 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 الثمن ديال ديال الدواء، وكنظن بانه هذه كلها مغالطات تقالت في حينها لانه كان عندها اهداف اخرى. ولكن الحمد لله انا كنظن بان التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات جاء قطع الشك باليقين، وبين بان واحد العدد من الكلام اللي كان كيتقال غير صحيح وغير مقبول.